أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج استديو الإخبارية، وكالعادة نبدأ الحلقة بأخبار المناطق. وزير العدل: لمأذوني الأنكحة لا يصح العقد إلا بسماع موافقة المرأة لفظيا. للتعليق على هذا الخبر معنا الدكتور ناصر العود، وهو مستشار وزير العدل. مرحبا بك دكتور ناصر. حياك الله دكتور. الله يحييك دكتور ناصر. نود منك يعني إعطائنا حيثيات هذا القرار. بإذن الله، القرار حقيقة أتى من طبعا دراسة من وزارة العدل في الإشكالات اللي تقع أحيانا من بعض ما دون الانكحة في عدم السماع اللفظي لموافقة الزوجة. وكما تعرفين أنه الموافقة شرط من شروط النكاح، وبالتالي حدثت بعض الممارسات. وزارة العدل طبعا ب حرصه ومتابعته لكل ما يهم القضايا يعني المسؤول الاجتماعي للوزارة بشكل عام وقضايا المرأة على وجه الخصوص، يعني وجه بدراسة استحداث تعميم في هذا الشأن امتدادا طبعا للتعميم السابق. وهذا التعميم ينص أو يؤكد على أنه استماع الموافقة لفظية، لأن هناك بعض الإشكالات تحدث أثناء عقد النكاح في قضية الاعتماد على إما ذهاب يعني سجل النكاح للمرأة داخل المنزل وبالتالي لا يتم التأكد من هوية الموافقة على عقد النكاح، أو بعض يعني الأشكال التي تحدث أحيانا في إجبار على شخص قد لا تكون المرأة راضية عنه. وبالتالي هذا التأكيد يتم إن شاء الله من خلال السماع الموافقة للزوجة مباشرة. ونعرف أن هذا أيضا في بعض الأشكالات الثقافية اللي أحيانا قد تحرج مأذن الأنكحة، وهم نظام يخضع منه لوزارة العدل. نعم. وبالتالي إيجاد التنظيمات اللي تكفل تطبيق اللائحة أو لائحة مأذن الأنكحة، وأيضا بحكم تبعاتها من الوزارة يطبقون كل ما من شأنه يعني يستهدف استقرار الأسرة وتحقيق الصالح العام. طيب جميل دكتور ناصر، يعني هذه خطوة مهمة. يعني المعلوم لدى الجميع قضية أحيانا مثلا ممكن أن يوافق ولي الأمر والمرأة يعني لها رأي آخر، لكن قد يحدث تلاعب من نوع آخر، بمعنى أن تكون مثلا إذا كنا نعتمد على قضية موافقة أو سماع رأي المرأة لفظيا، قد تكون المرأة أخرى غير المعنية بالأمر. كيف بيتم في هذه الحالة؟ طبعا احنا التعميم أشار إلى قضية العقد الإلكتروني، وإن شاء الله يعني تقريبا في المراحل الأخيرة. احنا حقيقة اتبقنا العقد الإلكتروني بالتأكيد على قضية السماع، إضافة إلى البصمة. العقد النكاح الإلكتروني يمكن ألمح له لمحة بسيطة، أنه عقد يتم من خلال أجهزة الآيباد، بمعنى أنه يتم تعبئة البيانات سابقا قبل يعني الحضور لمكان عقد النكاح، ويكون فقط مهمة المأذون إدخال أرقام الطلبات، وبالتالي عقد النكاح الربط الإلكتروني مباشرة. هذا يضمن حقيقة أنه أثناء العقد طبعا الزوجة أو الفتاة الزوجة طبعا تبصم باستخدام الهوية الوطنية طبعا التي يتم استجلاب المواد من بالتعاون مع المركز المعلومات الوطني، بمعنى أي ندخل فقط رقم الهوية وبالتالي يكون عندنا بيانات كاملة عن المرأة يعني اللي سوف يتم العقد النكاح عليها وكذلك الزوج. عند البصمة يتم التوثق من جهتين، جهة أنها هي نفسها من قام بالتوقيع أو البصمة والجزم، وأيضا السماع. هذا لا يعفي قضية السماع، لأنه قد تبصم يعني نقول عنوة أو شيء، لكن لما يكون في سماع موافقة وبصمة أعتقد سوف يحد بشكل كبير جدا من قضية التثبت من هوية المرأة. نعلم أن هناك بعض الممارسات والله قد تكون باسمها، لكن طبعا كل نظام يعني مخترقين ومتجاوزين، لكن هناك تعليمات واضحة في لائحة مأذن الأنكحة أنه يعني إذا كان هناك تلاعب يجب أن لا يتم النكاح. جميل. لكن دكتور ناصر، يعني يمكن هي البصمة قضية يعني ممتازة في الحد من هذه التلاعبات، لكن البصمة تكون بعد العقد أم قبله يعني؟ لا أثناء العقد. أثناء العقد. لكن هي قضية التعميم كان فكرته قضية السماع. احنا وجدنا أنه لحين إعداد المشروع البصمة يكون هناك استباق لقضية التأكيد على هذا الشأن، وهذا أتى حقيقة في يعني يتناغم دورة الآن تقام لتأهيل مأذون النكاح، يتم اختتامها الليلة إن شاء الله بإذن الله في مدينة الرياض. هذه الدورة أيضا تؤهل مأذون النكاح في إجراءات الشرعية والتعرف على ما يستجد، وأيضا اللوائح التنفيذية وتطبيقها. أنت تعرفين أنه حسب قرار مجلس الوزراء أنه
مدر النكاح يتبعونه بالإشراف والمتابعة لوزارة العدل، وبالتالي وزارة مسؤولة عن يعني ممارساتهم. وسبق أن تم يعني توجيه لعدد منهم في عدم اتباع التنظيمات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. لكن هو بشكل عام زي ما ذكرنا أنه يساعد على أن هناك هذا حق شرعي للمرأة لا نزاع فيه، لكن هي قضية تأكيد على التطبيق. وأما قضية الموافقة المرأة فهذا شرط يعني معروف أنه نعم صحيح شرط أساسي يعني نعم. وبالتالي هو تأكيد عليه، وليس يعني وزارة العدل أنها استحدثت شيء جديد، هو حق للمرأة فقط تم التأكيد عليه وتم وضع الآلية، يعني تأكيد على الآلية، لأن هذه الآلية قد يتحرج كثير من المأذونين أثناء بعض الممارسات نقول العقد في قضية قد يتحرج بعضهم من سماع صوت موليته أو غيرها، فتالي لا أنا عندي والله تعليمات لا أعقد النكاح اللي بهذا الإجراء. جميل. إذا ترون أن مخالفة الإجراء، وبالتالي تعرفين قضية التعليمات واللوائح والأنظمة يعني تساعد بشكل كبير جدا في إزالة العوائق الاجتماعية اللي واجهناها، خاصة ونعرف أنه قضايا الدراسة والتعليم سابقا كانت معارضة، وبالتالي الناس يعني تجاوبوا معها لاحقا لأنه كان في تعليمات وأنظمة. صحيح. وحقيقة وزارة العدل طبعا كما تعرفين أنه الحمد لله في توجه كبير في قضية دعم العمل الاجتماعي بشكل عام، وأيضا التوجهات لدعم المرأة في مراكز المحاكم وكتابات العدل، وكان هناك عدد من التعليمات في هذا الشأن. نعم. وبالتالي ليس جديد إن شاء الله، والقادم أيضا إن شاء الله كل ما يهم إن شاء الله القادم أجمل. شكرا لهذه الخطوات التي تقوم بها وزارة العدل فيما يخص تنظيم شؤون المرأة عامة وتنظيم شؤون المرأة أيضا في المحاكم. شكرا لك دكتور ناصر العودة مستشار وزير العدل، شكرا جزيلا على مداخلتك. أما الآن فننتقل إلى الخبر الثاني. وزارة النقل تسمح للمواطنين بالعمل بمركباتهم الخاصة. في هذا الموضوع معنا المهندس فواز السهلي وهو مختص بالنقل العام في وزارة النقل. مرحبا بك مهندس فواز. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نريد أن نعرف يعني أسباب سماح الوزارة للمواطنين باستخدام مركباتهم الخاصة، ما الهدف من هذه الخطوة؟ طبعا الوزارة أصدرت مؤخرا الشروط والإجراءات الجديدة لتنظيم نشاط توجيه المركبات، والوزارة سعت إلى مواكبة التقنية أولا وتحقيق رغبات المستفيدين. كما تعلمين اختصاصا تطبيقات التوجيه لاقت رضا وقبول من شريحة كبيرة من المجتمع، خاصة أنها وفرت الخدمة في الزمان والمكان الذي يحدده الراكب. الوزارة سعت أيضا إلى سد الفجوة بين العرض والطلب، لأن معظم من يعملون في هذه الخدمة حاليا هم من غير السعوديين، وبالتالي الوزارة سعت إلى تشجيع عمل السعوديين وفق فئات معينة للعمل في هذه الخدمة. نعم، لكن يعني من ناحية الأمان وضمان المعلومات عن من يستخدمون مركباتهم الخاصة، كيف كفلتها الوزارة أو كيف تم تنظيمها بشكل عام؟ ممتاز. الوزارة طورت منصة إلكترونية بالتعاون مع شركها التقني. هذه المنصة ترتبط بمركز المعلومات الوطني وبالعديد من قواعد البيانات. المنصة تتيح التعرف على هوية السائق، تتيح التعرف على بيانات المركبة وبيانات الرحلة. أيضا الوزارة ألزمت جميع التطبيقات بإظهار بيانات السائق والمركبة ومسار الرحلة للراكب أثناء الرحلة. يعني صارت أكثر أمان هذه التطبيقات من يعني التكاسي العامة؟ بالطبع المنصة والشروط الجديدة هي تضمن أمن في هذه الخدمة. حتى التكاسي مركبات الأجرة العامة ومركبات الأجرة الخاصة هي متاح لها للانضمام بهذه الخدمة. جميل، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية مهندس فواز السهلي على مداخلتك. هيئة السياحة تلزم بتسجيل مكالمات النزلاء بالفنادق والشقق المفروشة. في هذا الموضوع معنا الأستاذ محمد المعجل وهو رئيس لجنة السياحة في الغرفة التجارية. مرحبا بك أستاذ محمد. أهلا ولا مرحبا. أسباب هذا الإلزام أستاذ محمد، يعني تسجيل مكالمات النزلاء بالفنادق والشقق المفروشة، يأتي على خلفية ماذا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أعتقد أن الموضوع هذا يعتبر هام لأمن الوطن بشكل عام، ولكن يؤخذ في الاعتبار أول شيء الجهة المسؤولة أو المعنية بهذا الشيء صاحب الصلاحية. الشيء الآخر المكالمات، تسجيل مكالمات
اعتقد يجب ان تتم عن طريق اذا كان يعني مسموح من الجهه المختصه او الجهه المعنيه تكون عن طريق وزاره الداخليه وليس عن طريق الشقق كروشيا او اصحاب الفنادق. نعم. لانه بكره حيساء استخدامها، يعني لما يكون عندنا مثلا اعداد كبيره بالالاف من الفنادق والشقق كروشيا وكلهم يعني يسجلوا كلمات الخاصه للناس حيساء استخدامها من قبل يعني ناس قد يكونوا صحيح غير يعني نعم. فهنا اعتقد الخطر السماح للفنادق وشقق كروشيا انه قد ينتج عنها اخطر من لكن لما تكون الوزاره نفسها هي اللي تقدم كلمات فقط هي، فبالتالي لما احد يسيء الاستخدام هي حتعرف من اساء الاستخدام، هي حتى تستطيع انها مثلا تعاقب الشخص، ولكن انه يكون على يعني مفتوح للجميع ان اي صاحب منشاه سياحيه فندق او شيء كروشة انه هو نفسه يحط يعني اجهزه تسجيل ويسجل كلمات، انا اعتقد ان العواقب حتكون اكثر النتائج السيئه تكون اكثر من النتائج الايجابيه، لان حيكون مليون في المية اشخاص غير يعني نزيهين وحيستغلوا المكالمات الشخصيه ويصير فيها نوع من ما يسمى مثلا يعني الابتزاز او التهديد او كذا، ولكن لو كانت وزاره نفسها وزاره الداخليه هي الوحيده اللي تسجل مكالمات هذا لا باس به. نعم لكن يعني حفاظا على امن الوطن. نعم نعم لماذا لا تتم هذه الخطوه؟ يعني في بالتاكيد ان مثل هذه المنشات في اي حال يعني هي تملك بالاساس معلومات عن النزلاء، حتى في بعض الاتصالات يكون لدى كل منشاه يعني بشكل عام معلومات رئيسيه، لماذا لا يبقى الوضع على ما هو عليه؟ ما هي التجاوزات التي حدثت ويعني انتهينا الى هذا القرار؟ يعني المعلومات انا اعتقد المعلومات العامه عن المعلومات العامه عن حتى المكالمات نزيل المعلومات العامه عن نزيل كلها عاديه وشيء طبيعي، سواء الاسم وسواء يعني الارقام يعني الشخصيه الجوال والاخر كلها اعتقد معلومات يعني عاديه ومتعارف عليها حتى عالميا، لكن هو تسجيل المكالمات الخاصه من قبل الجهه نفسها من قبل نفس الفندق او شقق كروشيا، هنا الخطر، يعني لما يكون اصحاب الفنادق او اصحاب شقق كروشيا هم اللي سجلوا مكالمات ويحتفظوا مكالمات مسجله قد يساء استخدام قد يساء استخدامها ومليون بالمية حيساء استخدامها، لكن لما تكون الجهه الوحيده اللي تسجل او عندها اجهزه تسجيل هي وزاره الداخليه هذا لا غبار عليه حمايه للوطن من اي مثلا شرور ومن اي احد يعني. لكن ايضا استاذ محمد يعني هي في قضيه اخرى، قضيه انك تلزم هذه المنشات قد لا تكون اساسا مجهزه تقنيا او غير قادره، ليست كل الشقق المفروشه قادره على تتبع او تسجيل كلمات النزلاء. السؤال اول شيء يعني هل الصلاحيه يعني هل مثلا الطلب هذا والامر هذا هل هو قانوني ولا لا؟ يعني هو رقم واحد، هل هو قانونيا هل هو يعني السماح له ان يعملها او لا؟ لان قد يكون انه غير قد يكون مثلا انه غير مسموح اصلا يعني ان الشخص يسوي تسجيل مكالمات يعني. فانا اعتقد يعني انت تشوف ان تبعاتها قد تكون اكبر من يعني بيكون لها تبعات امنيه اكثر من التي وضعت لها اجتماعيا، خاصه اجتماعيا يعني خاصه اجتماعيا يعني، لان الناس لما تستخدم التلفون تستخدم التلفون في امور خاصه يعني مكالمات خاصه والاخره، فبالتالي في ناس يصطيدوا في الماء العكر، فلما يعرفوا مكالمات يكون فيها ابتزاز يكون فيها كذا، يعني احنا نتعامل مع بشر وابن ادم كلهم خطاء من مقال الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ابن ادم خطاء وخير الخطايا التوابون، فالمكالمات حيصير فيها اخطاء حيصير فيها كلام من هنا وهنا، فايسر يعني حتكون فيها بعض الاسرار مفتوحه، فنقطع فيها الجهات متعدده غير يعني مسؤوله يعني غير نظاميه، لكن لما تكون وزاره داخليه هي تاخذ مكالمات وتسجل مكالمات واي خلل في مكالمه معينه او خطر او شيء الوزاره الداخليه هي جهه مسؤوله وجهه معنيه ومتعارف عليه، نعم ما تقلق منه وثقه. نعم بالتاكيد نعم، لكن من اصحاب الفنادق او المسؤولين او ادارات الفنادق او شركه كروشيا وهم يعني بالالاف وتغيرون بالالاف، يعني اليوم يجي هنا بكره يتغيرون، فيمكن يصير فيها نوع من الابتزاز ونوع من الاستغلال الخاطئ. انا اعتقد بهذا القرار اذا كان قرار بهذا المفهوم يجب مراجعته. نعم يجب يعني اعاده بالتاكيد. نعم. بلا شك. الاستاذ محمد المعجل رئيس لجنه السياحه في الغرفه التجاريه بالرياض، شكرا جزيلا على مداخلتك. بإمكان
أي موظف غير مبالي أن يتغيب عن عمله متى شاء ويعود إليه في أي وقت. شريطة أن يكون على معرفة بطبيب يعاني أيضاً من اللامبالاة يساعده على الحصول على رخصة طبية يتمارض من خلالها ليصبح غيابه بغطاء نظامي، ذلك في ظل انعدام الضوابط التي تنظم مسألة منح الإجازات المرضية بعد أن تجاوزت المعقول في العديد من الدوائر الحكومية والقطاعات الخاصة. نشاهد هذا التقرير ثم نعود. يعد التلاعب في منح الإجازات المرضية خصوصاً تلك التي لا تتجاوز مدتها 7 أيام من الظواهر التي لا يمكن ضبطها إجرائياً بشكل تام، وتعتمد صحتها على تحلي كل من الطبيب والمريض بمكارم الأخلاق والضمير الحي، وذلك لأن أي موظف غير مبال يستطيع التغيب عن عمله متى شاء. شريطة أن يكون على معرفة بطبيب مستهتر يساعده في الحصول على إجازة مرضية قصيرة بحجة معاناته من أمراض غير عضوية. وتؤكد ظاهرة الإجازات الطبية الوهمية أن الأمانة والأخلاق شرطان أساسيان لتحمل المسؤولية وإسناد سلطة القرار لأي شخص في القطاع الطبي، حيث بغيابهما تصبح القوانين والنظم الرقابية والتنظيمية مهما بلغت من الدقة عاجزة عن قطع يد الغش والتزوير والتلاعب في هذا المجال. وقد يكون من الإجحاف تحميل كامل المسؤولية للأطباء خصوصا مع وجود متمارضين ماهرين في التمثيل والادعاء، والذين غالبا ما يأتون إلى الطبيب مدعين أعراضا لأمراض عصبية أو نفسية لا دلائل عضوية عليها في سبيل الحصول على إجازة يوم أو يومين. صالح شميمري، استوديو الإخبارية. ضيوفنا الكرام في هذا الموضوع كلا من الأستاذة رنا الدكنان، مرحبا بك رنا، وهي محامية، يعطيك العافية. الله يعافيك. معنا أيضا الدكتور حميد المالكي وهو المتحدث الرسمي لصحة مكة المكرمة، مرحبا بك دكتور حميد. أهلا وسهلا. أبدأ معك رنا، يعني إحنا نلاحظ مؤخرا أن كثرت قضية الإجازات المرضية، أنت تشوفين أن في خلل في نظام يعني وزارة الصحة بشكل عام، خلل مثلا نفسي، ولا المشكلة في الإجازات وإتاحتها للموظفين كون عندهم ظروف مثلا طارئة لا يقدرها العمل أو لا يأخذها بعين الاعتبار؟ هو كل الاثنين يعني من الأسباب، لأنه أول شيء المفروض العمل يعني يكون جهة العمل متفاهمة أكثر. الشيء الثاني المفروض أنه بالإضافة لتفاهم جهة العمل يعني حتى وزارة الصحة تكون أنظمتها أقوى. يعني في مثال، يعني الآن حيكون في تطبيق مستقبلا بالنسبة لوزارة الصحة، راح يكون في ملف وطني لكل شخص يعني صحي، يعتبر الملف هذا في حال الحوادث في أي مستشفى راح يقدر يدخل البيانات. وجود أعتقد الملف الصحي هذا مهم جدا، الملف الإلكتروني قصدك، اللي هو الإلكتروني صحيح. بحيث أنه يكون أنت كطبيب ما تقدر أساسا تعطي تقرير أو أدوية أو أي شيء إلا لما تدخلها في الملف هذا، فإدخال الملف يعني بحالات ملفقة ما راح يكون من السهل يعني. صحيح، بيكون أساسا حتى فيه ضرر على نفس أساسا يعني الموظف. أي تشخيص راح يكون لازم بتحاليل بإشاعات، ما حيكون يعني كذا جزافا. جميل. دكتور حميد، يعني قبل أن ننتقل إلى جهود وزارة الصحة مثلا في الحد من هذه المشكلة، رأيك الشخصي أنت في هذه القضية؟ يعني رنا تقول أحيانا أن العمل يلعب دور كون ما يقدر ظروف الموظفين في الحالات الطارئة فيضطرون إلى التحايل عبر هذه التقارير، ما رأيك؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الشكر لكم استضافتكم الكريمة. هنا ما نقدر نقول أنه العمل ما قدر الظروف، لذلك لابد على الموظف أنه ينحى منحى تلاعب على الأنظمة. التقارير الطبية، أنا تابعت التقرير حقكم وبتقولوا أنه الضوابط اللي بتضعها وزارة الصحة للتقارير الطبية فيها نوع من الضعف.
الضوابط الإدارية بالنسبة للتقارير الطبية كلها سليمة، ولا بد أن نفهم إنه التقرير الطبي يقع بين ثلاث محاور، اللي هو الطبيب والجهة اللي يتبع لها الموظف الممنوح على الإجازة، وأيضا المريض اللي بيجي. الطبيب طبعا هنا هو بشر، والأمانة مطلب أساسي في مهنة الطب. عملية أنه هو بيخون الأمانة هذه قضية أنا ما أقدر أدخل فيها وأتناقش فيها، لأن هذه يبغى لها بحوث كثيرة. لا لا، قضية أخلاقيات ما هي بموضوع نقاشنا. بالضبط بالضبط. تطبيق الضوابط على الإجازة المرضية لابد أن تستوفى، حتى أنه التواقيع اللي على الإجازة المرضية لا تكتفي بتوقيع الطبيب، لابد أن يكون هنالك موظف مختص، ويكون هنالك توقيع مدير المنشأة. أيضا يمنح المريض أو المراجع صورة من التقرير الطبي ولا يمنح الأصل، وهنا يجي دور الجهة حقتها في عملية أنها تساعدنا وتدعمنا في عملية الوصول إلى المصداقية وحقيقة إصدار التقرير الطبي، لأنه مفترض أنهم هم يتواصلون معنا باستفسار خطاب رسمي. حنا ما نعطي أي موظف التقرير الأصلي إلا بعد أن يحضر استفسار رسمي من جهته، وبالتالي حنا نصدر له التقرير الطبي. نعم، لكن دكتور حميد يعني خلنا نعلق على قضية، صحيح أخلاقيات الطبيب ليست محل نقاش ولا تحاسب عليها وزارة الصحة يعني كخلل قائم مثلا فيها، لكن وش الإجراء التي أو الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة في التعامل مع الطبيب الذي يعني يخترق النظام في هذا الموضوع؟ طبعا هو بين كل فينة وأخرى في لجان بتمر على سواء مراكز أو سواء مستشفيات أو كذا، وبتقيم الأطباء في قضية الإجازات. يعني بيشوفون الطبيب إكس إذا أنه لوحظ عليه أنه كمية الإجازات اللي بيمنحها كبيرة، فهو بيخضع يعني لتحقيق، يعني ليش أنه بيمنح بالكمية هذه إجازات. هذه من النواحي اللي حنا بنضبط فيها عملية الإجازات، لابد أن تمنح فعلا الإجازة المستحقها، وهذه من ضمن القوانين والإجراءات اللي بتتخذها وزارة الصحة في هذا المجال ككنترول كمراقبة للأطباء. نعم، احنا معنا مداخلة هاتفية الآن من الأستاذ عبد القادر الشمري، وهو مدير الشؤون القانونية بصحة تبوك. مرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا فيك وبالمشاهدين الكرام. أستاذ عبد القادر، يعني بلا شك أنت تملك يعني رأي فيما يختص بالتقارير الطبية لنقل المزورة أو مثلا حتى غير الصحيحة أو التي تعطى وتبنى على ملابسات غير حقيقية. بالنسبة للنظام طبعا أنا يعني أرى أن النظام غطاها في كل النواحي. كيف أطرها؟ نظام الجزاء للتزوير ورد فيه نص صريح بخصوص تزوير الإجازات المرضية والشهادات الطبية. وضع العقوبة يعني تتراوح إلى غرامة 100,000 أو سجن لما لا تجاوز سنة. لكن عندنا مشكلة حقيقة في الاختصاص. كيف مشكلة في الاختصاص؟ من إلى هيئة الرقابة والتحقيق، ولكن لا زال الخلاف بين بعض الجهات الحكومية اختصاص هيئة التحقيق والإدعاء العام، باعتبار أنه الجرائم الجزائية تختص في هيئة التحقيق والإدعاء العام أو هيئة الرقابة والتحقيق. يعني كيف تقف هناك؟ قصدك انها تقف هناك احيانا بعض القضايا، ولا وضح النقطه هذه؟ في قضايا احيلت حقيقه الى هيئه التحقيق والادعاء وعيدت. لو صدرت عقوبات في هذا الجانب كان ممكن تكون لها تاثير في حد غرامه التزوير. انت تقول الغرامه تصل الى 100,000، على مين الغرامه؟ لا، الغرامه على اللي زور. يعني النص كان صريح واضح، كل من زور او منح بحسب اختصاصه تقرير او شهاده به على خلاف الحقيقه نعني بذلك يعاقب بالسجن مدة تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100,000 ريال أو بإحداثين حكومتين. طيب احنا أيضا نظام وزارة المال الصحية غطى هذه الناحية، لأنه حضر المؤسسة الصحية من أي ميزة للمريض سواء فائدة معنوية أو مادية، وذكرت الله حقيقة نص صريح أنه بالنسبة لإصدار تقارير طبية غير صحيحة أو مبالغ فيها أيضا يقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية. طيب في كثير قضايا في المخالفات الطبية صدرت فيها عقوبات، يعني لكن انكم ذكرتم حقيقة ناحية مهمة اللي هي احيانا الموظف يضطر ان يتلاعب يلجأ للتقرير الطبي، وممكن يدعي امام الطبيب انه مريض، احيانا يكون ممكن وضعه النفسي او وضعه الاجتماعي او يضطر يحصل على تقارير طبية ذات المدة القصيرة. طيب بس النتيجة انه لو في جهات المرجع تتعاون وتعطي الاجازات المستحقة للموظف، لا اعتقد انه العمل في اي وظيفه ممكن يسبب خلل في غياب موظف يوم او يومين اذا اخذ اجازه.
نعم لك أستاذ عبد القادر، خلينا نتكلم يعني من واقع خبرتك أنت في هذا المجال، أكثر القضايا التي يعني تم البت فيها فيما يختص بالتلاعب بالتقارير الطبية، هل هي نسبتها عالية نسبة إلى المرفوع؟ والله شوف، احنا نظام يعني نظام الجزاء التزيين صدر عام 1435، قد يكون ما في ثقافة، يعني البرنامج اليوم حقيقة يسلط الضوء على شيء جدا مهم حساس، من مكان مخالفة وموضوع غياب عادي إلى جريمة. الموظف ممكن يغامر في وظيفته كاملة، في مستقبله المهني كامل، في رزق عائلته، في غياب يوم أو يومين. لا يعني جبت إجازة مرضية في يوم إنه أنا خلاص يعني أبغى أرضي رئيس المباشرة وما أبغى أسجل على غياب، وفي نفس الوقت أنا غابر في مستقبل المهني كامل. هنا التباين الكبير بين بعد ما كان مخالفة وبعد ما أصبح جريمة. جميل. قد يكون يمكن يعني الاختلاف الان بعض الاجهزه الرقابيه والاجهزه التحقيق انه الى الان قد يكون توزيع الاختصاصات وتحديدها، يمكن هذا في مصلحه بعض الموظفين انه الان يعلمون ان الوضع تغير. نعم لكن يعني عبد القادر يعني لو سالتك انا اغلب الاجازات يعني تتمحور في عدد ايام ماذا، يعني بنتكلم عن ان كونها جريمه والان مستمرين فيها، هل تستحق تلك المجازفه؟ كم الفتره اللي بالعاده هم يحاولون ان يتحايلون على النظام لاخذها؟ كم يوم مثلا؟ في ناس تحاول على يوم يعني يوم واحد. تخيل ممكن يكون موظف اصبح مجرم ومستعمل جريمه تزوير عشان يوم واحد. هذا اقل شيء بعض الموظفين، اقل شيء. اكثر يوم اكثر الايام كم؟ قد انا يمكن لا اتفق مع الزميل الدكتور حدث الاعلام اذا صحت مكه، نعم، انه كان هذا نظام حقيقي قديم انه بخصوص الخطاب للمرجع، اعتقد انه صراحة منح الاجازه المرضيه يحد كثيرا من التلاعب فيها. الان نظام برنامج الزواج بشركه عالميه قبل فتره مع الخط القطاع الحكومي، لو صدرت اجازه الموظف في نفس اليوم، نعم، انا اضمن انه بالطريقه هذه بنسبه 30% لن يكون هناك تلاعب، عكس الطريقه القديمه انه لازم تجيب خطاب يكون له وقت يتفق مع طبيب او شخص او اي شخص في المستشفى او ايا كان، فاضطر ياخذ اجازه مرضيه باثر رجعي، بينما لو كان في نظام افاده ونظام الكتروني او ميكنه الاعمال الاداريه ثقي انه 70% ل 60% من حجم التقارير الطبيه الوهميه راح تتقوص. طيب الوهميه انت قلت لي اقلها يوم بس ما اعطتني اكثرها. يعني في جميع الاجازات المرضيه في صادر فيها لائحه تقدير الاجازات المرضيه تحدد الصلاحيات اللي في ايام المستوصف او المستشفى المقيم وشنو على الاخصائي واكثر من ذلك الى شهر طبيبين موقع مع مدير المستشفى، اكثر من شهر لا يمكن لانه هذا من صلاحيه الهيئه الطبيه. طيب شكرا جزيلا على مداخلتك الأستاذ عبد القادر الشمري مدير الشؤون القانونية بصحة تبوك. أعود لك رنا، بالتأكيد أنك تملكين تعقيب على ما سمعتي، عدة محاور تحدثنا فيها. بس الصوت كان مو مرة واضح بالنسبة، يعني أعتقد أنه تكلم أو تطرق للتعدد الاختصاص اللي هو بين هيئة الرقابة والتحقيق واللي هو التحقيق والادعاء العام. طبعا بما أنها جريمة، هي جريمة يعني التزوير يعتبر مجرم تختص فيه التحقيق والادعاء العام. أحيانا لأنه الوظائف تكون حكومية، اللي يعني العاملين اللي يقدمون اللي هو أو يقدمون هذه التقارير المزورة هم يعملون أساسا في قطاعات حكومية، بالإضافة للمستشفى اللي يصدر التقرير هو يكون قطاع حكومي، فالرقابة هيئة الرقابة هي اللي تكون مشرفة على التحقيق وهي اللي تنزل لجنات بالنسبة للتحقيقات وبالنسبة للتقارير الطبية. تزوير التقارير الطبية يعني لا، بس ليش هو يقول انها توقف عند هيئة التحقيق والادعاء العام، يقول انها ترجع بعض القضايا كأنها ما يبت فيها، تاخذ اجراءات طويله من يعني لما تصل الى هيئة التحقيق والادعاء العام خلاص ما عاد يبت فيها. ما أو ترجع مثلا الى المرجع، هل قضيه الاختصاص تدخل في الموضوع؟ ممكن الاختصاص، لانه تقريبا انه هيئة الرقابة لما يكون جهة حكومية المفروض انه هيئة الرقابة اللي هي برضو ممثلة بنزاهة هي اللي تكون لها سلطة اعلى على الجهة الحكومية.
طيب يمكن عكس التحقيق والادعاء العام يكون. نعم يمكن الدكتور حميد يفيدنا في هذا الجانب. سمعت يا دكتور حميد يعني مكالمة الأستاذ عبد القادر الشمري مدير الشؤون القانونية بصحة تبوك وملابسات يعني التقاضي في التقارير الطبية الوهمية أو المزورة. أيضا سمعت تعقيب رنا الدكنان وهي محامية. ما تعليقك أنت؟ هو في فرق بين الوهمي وبين المزور. يعني الوهمي اللي هو أبو يوم، إجازة أبو يوم ممكن تكون وهمية، ممكن أنا بقول، لكن المزور تكون مثلا مدة شهر أو شهرين أو شيء من القبيل هذا، اللي هي ما يصدرها إلا أخصائي، وهذه ممكن الطعن فيها من قبل الجهة اللي بيصدر التقرير الموظف فيها أو الجهة المعنية، فهم بيرفعون خطاب لوزارة الصحة انه احنا نطعن في التقرير هذا ونشك في الحاله وانه هذا مدعي او كذاب، وبالتالي بيحال التقرير الطبي هذا الى لجنه مختصه في اختصاص التقرير نفسه. فاذا ثبت تزويره طبعا بيتخذ منحى الاجراء القانوني وبيحال الى الجهات المختصه اللي بتبت في تزوير المستندات الرسميه. اما بالنسبه للوهمي اللي هو مده يوم، فهذا المحور الأساسي اللي يلعب في القضية هذه اللي هي الأمانة. الطبيب قد يكون له علاقة مثلا، وأنا لا أتهم الأطباء هنا وأنزههم ونزه معظمهم يعني أو السواد الأعظم فيهم، قد يكون له علاقة مثلا مع أحد وبيصدر له من باب التعاون، من باب الرافع بحالة، من باب تقدير الظروف، أو هذا خطأ طبعا، فبيعطي له إجازة لمدة يوم واحد، وهذه وهمية لأنه المزور لما يكون ما لها أساس. طبعا التقرير بعد ما يصدر بيكون في صورة في الملف للمريض اللي بيكون سواء في المركز الصحي أو سواء في المستشفى، وبالتالي بيكون مرجع. إذن هنا ما هو مزور كإجراء إداري. جميل. رنا أنت تبغين تعقبين على شيء، تفضلي. في المادة 14 يعني ما يفرقوا بين وهمي أو مزور، يعني يعتبروا حتى أنه يكون بدون فحص وبدون كشف طبي، لمجرد أنه يزور المريض أو الموظف الجهة ويصدر له تقرير طبي يعتبر تزوير، بغض النظر عن أنه هل هو بيوم واحد أو أكثر. أي وهمي أو مزور يعتبر مزور في قانون واحد. أي. طيب احنا معنا مداخلة هاتفية من الأستاذ محمد الرشيدي وهو مدير الإدارة القانونية بصحة حائل. مرحبا بك يا أستاذ محمد. أهلا بك يا دكتورة، أرحب بك وبالكرام دخل أستاذ محمد. إحنا يعني دار الآن حوار بيننا في قضية التقارير الطبية، قضية أنها مزورة أو وهمية، موضوع التقاضي فيها. إحنا نبغى نقترب معك يعني للوصول إلى صورة أوضح عن هذا الموضوع، يعني ملابسات التقارير الطبية كيف يتم يعني الحصول عليها وطريقة التقاضي فيها إن ثبت التلاعب بها. بالنسبة للإجازات المرضية سواء كانت وهمية أو مزورة، هي في النهاية هي محررات رسمية تصدر من جهات حكومية أو من القطاع الصحي الأهلي، وبالتالي هذه المحررات يجب أن تأخذ شكل رسمي وتكون صادرة من جهة تقدم خدمة عامة. فبالتالي أي إجازة مرضية غير صحيحة هي وهمية ومزورة، يعني بالتالي لا نفرق بين وهمي ومزور سواء يوم أو يومين أو ثلاثة. هو محرر رسمي أخذ شكل غير صحيح، بيانات غير صحيحة، بالتالي حنا أمام جريمة تزوير. جميل. والإجازة المرضية هي من الحقوق المنصوص عليها أصلا في لائحة الإجازات بالنسبة للموظفين الحكومة حسب المادة 11 من لائحة الإجازات، وكذلك موظفي القطاع الأهلي الخاص وفقا للنص المادة 117 من نظام العمل السعودي. فبالتالي نحن نتحدث عن حق من الحقوق التي يحصل عليها الموظف وهي إجازة مرضية صحيحة. أما الإجازة المرضية الوهمية فهي إجازة مزورة، ولكي نحكم على أن هذه الإجازة مزورة أو وهمية يجب أن تتوافر شروط شكلية معينة، هي وتتوافر وتثبت هذه الشروط بعدم صحتها من خلال مناقشة الإدارة. من يناقشها عدم صحتها؟ من يناقشها؟ ما يقدم الموظف إجازة تعاد من قبل مرجعه إلى الجهة المنشأة أو المصدرة لهذه الإجازة بهدف السؤال عن صحتها، عن سلامة ما تم تدوينه بها، ويأتي الرد إما بصحتها أو عدم سلامة هذا المحضر.
الإجازات. طيب إذا ما كانت غير صحيحة من يتولى يعني قضية المقاضاة فيها، وش بيكون هنا موقف الموظف؟ وش بيكون موقف أيضا الجهة التي عادت لها؟ بالنسبة للجهة اللي التي زور عليها، لها الحق في أن ترفق هذا المحرر وتحيله إلى هيئة الرقابة والتحقيق حيث الاختصاص، وهي التي تقوم بالتحقيق مع الأطراف ومع الموظف الذي قدم هذه الإجازة لجهته، وكذلك إعداد التقرير النهائي والأدلة والقرائن وإحالتها للمحكمة المختصة للبت فيها والحكم. ولكن هناك جزئية مهمة يعني فيما يخص الطبيب المعالج. الرأي الطبي منح الإجازة والراحة يجب أن يكون متوافق مع الأصول المهنية الواجب اتباعها، بمعنى أن الطبيب عندما يشخص حالة المريض ويريد أن يمنحه راحة من يوم إلى يوم وفقا لاختصاصه حسب اختصاص الطبيب ومسماه الوظيفي، يجب أن يتوافق الرأي الطبي مع الأصول المهنية، معنى أنه لا يكون الهدف منه هو حصول المريض على هذه الميزة بالطريقة غير مشروعة. طيب بس أيضا يخالف نصوص نظام مجاورة، لكن حتى الوزارة يعني الطبي. ما في تحاليل مثلا يبنى عليها، ما في تقارير مدعمة، ما هي عائدة في النهاية إلى رأي الطبيب أتوقع بشكل قطعي ونهائي، ما في تحاليل يبنى عليها موضوع الإجازة هذه المرضية، ولا هي حق للطبيب يعني يقره أو لا يقره. عندما يريد الطبيب أن يكتب رأي طبي يكون هناك خدمات تساند هذا الرأي، هي على وهي ما ذكرتي، فبالتالي الرأي الطبي الحقيقي والنهائي هو ما ينتهي إليه الطبيب المعالج، ويجب أن يكون هذا الرأي متوافق مع الأصول المهنية للحالة وليس الموضوع يترك. طيب جميل، يعني أستاذ محمد، يعني إذا افترضنا أن فيه اختراقات الآن قائمة، إحنا نتكلم عن مثلا تقارير طبية وهمية، إجازات مرضية، يقولون أن الحالة في يعني ما زالت مستمرة في تزايد، هل يرجع الخلل إلى قضية مثلا تشخيص الطبيب الخاطئ، أم في مداخل أخرى ممكن أن يحصل عليها الموظف على الإجازة المرضية بدون العودة إلى قضية الطبيب؟ الطبيب المعالج عندما يريد أن يكتب الرأي الطبي ومنح الإجازة الراحة يكون هناك اعتمادات لإدارة المستشفى، بالتالي هنا نحن أمام مفهوم الرقابة والإشراف من المرفق الصحي، بمعنى أن الإدارة العليا في المرفق أو المستشفى يجب أن يكون لديها ضوابط وتعليمات يعني ملزمة هي باتباعها وأن تسلكها، بهدف أن تكون جميع الإجازات المرضية الممنوحة من المستشفى متوافقة مع الإجراءات السليمة. وجود نقص في الرقابة والإشراف يجعل من حق المنشأة أو المديرية أو الوزارة في تشكيل فريق عمل للتفتيش على هذه التقارير وتحليلها والانتهاء إلى رأي فني يؤكد صحة أو عدم صحة. طيب. أو عدم دقة. نعم. مثل هذه التقارير. نعم أستاذ محمد، يعني عشان ما يكون إحنا ما نملك إحصائيات دقيقة، نسمع أن يعني أن التقارير أو الإجازات المرضية في تزايد، أنها وهمية، أحيانا تكون غير صحيحة، أنت أقرب للقضية، يعني هل بالفعل قضية أو ظاهرة الإجازات المرضية من خلال التقارير غير الصحيحة أو الوهمية أو المزورة بشكل عام هي في تزايد، هي على حد النسبة؟ عطني نسبتها. الحصول على يعني أن تحصل على نسبة قطعية هذا قريبة، يعني إحنا ما نبغى قطعية، حتى بالتحليل الإحصائي ما تقدر تحصل على يعني نسبة قطعية، لكن قريبة. هذا اللي بأكد عليه، لكي تحصل على النسبة يجب أن يكون هناك فريق متكامل يرصد جميع المحررات ويقوم بتحليلها، وهل هذه المحررات يعني أخرجت بشكل صحيح ودقيق ونظامي أم لا، من خلاله يتم الحصول على نسبة دقيقة واضحة. طيب خلينا نسألك سؤال أخير يتعلق بهذا الجانب، إذا كنا نتكلم عن إجازات مرضية، هل الخلل أحيانا يعود إلى فعلا تواطؤ الطبيب مع المريض ومنحه إجازة، أم في قضية التزوير؟ يعني أنت مختص في الإدارة القانونية وتملك معلومات حول هذا الموضوع. خلينا نقول سوء تقدير في تشخيص الحالة. طيب سوء تقدير في تشخيص هي أكثر من التزوير، أكثر من حالات التزوير، بمعنى أن تكون هناك مستند لإجازة مرضية هي بالأساس مزورة، لا تستند إلى سوء تقدير من قبل الطبيب. لا، المزور هذا له مسار آخر، يعني محرر رسمي مزور على الجهة هذا يعتبر جريمة، ولكن نتكلم عن الإجازات المرضية التي يبالغ في مدة الراحة، قد يكون سوء تقدير أو كان الطبيب المعالج
يعني لم يتخذ الإجراء المتوافق مع الأصل. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الرشيدي مدير الإدارة القانونية بصحة حائل، يعطيك العافية على مداخلتك. أعود لك يا رنا، كنتي وين تتكلمي اليوم؟ تفضل. بالنسبه للفرق بين الوهمي والمزور، هو في النهايه نفس نتيجه تقرير مزور. الوهمي يقصدون فيه انه انا ممكن اروح للمركز الصحي او المستشفى واروح عندهم واطلب منهم تقرير ويتم اعطائي تقرير بدون كشف طبي، بدون اجراء تحاليل او اشعه. المزور هو يكون فات على اليوم اللي هو يوم الإجازة أو أيام الإجازة، بعدها مثلاً بشهر يتم إصدار تقرير طبي بهذه الإجازة. طبعاً هذا اللي مزور، هذا مزور يعني يعتبر تزوير واضح، يعني بدون أنه سوء تقدير أو خطأ في الإجراءات، هذا تزوير واضح. والوهمي برضو يعتبر من ضمن التزوير، لكنه يكون في خطأ إجرائي، يعني كلها جريمة تعتبر من الناحية القانونية. طب ليش فرق الأستاذ محمد؟ هو يقول إن الطبيب المعالج قد يكون سوء تقدير، هذا غير. أنا ممكن أنا أروح للطبيب بنفس اليوم اللي أنا كنت طلبت فيه الإجازة المرضية وقابلت الطبيب، لكن ما أجرى لي الفحوصات والتحاليل، وممكن يحدث إنه أساساً الطبيب هذا أنا فعلاً أكون مريضة لكن الطبيب ما أجرى فحوصات وتحاليل المناسبة، ويكون بيصير في خلط الموضوع. يعني ما الجزم بأنه يكون تزوير فعلياً ما يكون 100%. طيب دكتور حميد، يعني سمعت ما تحدث فيه الأستاذ محمد وأيضاً رانا، يقولون ما في فرق من الناحية القانونية بين المزور، تقرير المزور والوهمي، وش رأيك أنت؟ والله أنا أقول إن التزوير أحيانا قد ينقسم، نفس التزوير ينقسم إلى قسمين، في قد يكون في تزوير في محتوى التقرير كحالة، إنه الطبيب لو افترضنا إنه الأمانة عنده منخفضة نسبتها، هو بيزور الحالة وبيكتب حالة ما هي حقيقية لدى، فهذا تزوير وهذا يعود لأمانته. وفي التزوير المعروف اللي هو تزوير الأوراق الرسمية، قد يكون مو صادر التقرير أصلا من الجهة هذه اللي هو بيقدمها الموظف لجهته، وبالتالي لن يكشف التزوير هذا إلا جهته اللي هي بتخاطب المركز أو بتخاطب المستشفى وتحصل على إجابة منه أنه ربما ما يكون صادر منها نهائيا، يعني يكون مزور تماما كمستند رسمي. نعم، بس من الناحية القانونية ما في فرق صح؟ يعني في المحاسبة والمقاضاة والإجراءات. طبعا إذا ثبت، أنا قلت في البداية قلت أنه إذا الجهة اللي يتبع لها الموظف الحاصل على التقرير طعنت في التقرير وطالبت بالتأكد منه، وبالتالي تم تشكيل لجنة وخلصت اللجنة إلى أنه فعلا حالة المريض ما تستوجب إعطاء الفترة أو الإجازة المرضية هذه، فهذا تزوير قد يكون تزوير، أو قد يكون سوء تقدير من الموظف إذا كانت الفترة قليلة. يعني مثلا لو افترضنا انه اخذ له 10 ايام وهو اعطاه 12 يوم، اتوقع انه هنا سوء تقدير، لكن لو هو اعطاه له شهر وهو ما يستحق منها الا 5 ايام او 6 ايام، فهنا المشكله، يكون في تزوير في عمليه محتوى التقرير. نعم، لكن دكتور حميد يعني انت اقرب للواقع منا، في الحالات على الاقل نقول التي ثبت مثلا اعطاء فيها اجازات مرضيه غير حقيقيه، هل هي تعود الى لنقل سوء تقدير الطبيب في منح الاجازه المرضيه، ام تعود الى موضوع التزوير؟ والله اول شيء بالنسبه انه التقدير بالنسبه للطبيب، هذه ما نقدر ندخل في نقاش فيها، لانه هو مؤكد الطبيب اللي لو ثبت انه مزور ربما انه ياخذ هذا الباب ذريعه ويقول انا والله كان في سوء تقدير، لكن اذا ثبت فعلا انه التقرير الطبي هذا غير حقيقي، فانا اشوف انه يعاقب من يصدر هذا التقرير. نعم، لكن ما في نسب، يعني احنا نظل نتحدث عن نسب حتى تكون يعني القضية موضوع نقاش حقيقي يعني او صادق وموضوعي، لازم نتكلم عن النسب، هل هي ظاهرة الإجازات المرضية؟ هي يا اختي الكريمة، يعني دائما لما نوصل الى مراحل النسب هذا معناته ان تكون الحالة ظاهرة، والحمد لله يعني ما وصلت الى مستوى الظاهر اللي ممكن تدرس ويعمل لها احصائيات ويقيض لها فريق بحيث انه يحصل على نسب وكذا وكذا.
فهي يعني يمكن لانها ما تكشفت، يا مو لانها ما انتشرت، لانها ما تكشفت. يعني هم الان في الجهات الحكوميه يقولون بانهم يعانون من هذه الاشكاليه، ربما لم يلتفت لها بجديه، خاصه اذا وضعنا في الاعتبار ان الغرامات التي وضعت عليها من الناحيه القانونيه مثل ما تحدث الاستاذ عبد القادر هي عاليه، وبالتالي يمكن يتغاضون عنها من هذا المبدا. احنا كوزاره صحه يعني نعتبر مرجع جزئي في عمليه التقارير هذه، ما لمسنا الكثافه هذه اللي بيتكلمون عنها. اذا كانوا هم بيقولوا انه التقارير اللي بتوصلهم مزوره وهم ما تواصلوا مع المصادر كمراكز او مستشفيات وخاطبوها وحاولوا يوصلون الى كذا، فهذه مشكلتهم هم. لكن احنا بالنسبه لنا ككثافه وكنسبه عاليه الحمد لله ما هو ذاك النسبه اللي تقدرين تقولين عليها انها اصبحت ظاهر. رنا مش تعليق بالنسبه للنسبه؟ يعني في 35 عام 35 لما صدر النظام هيئه الرقابه اصدرت نسبه ب 47% من التقارير اللي تصدر كانت مزوره. يعني هذه اعتقد انها نسبه يعني قاربت للنصف، يعني عاليه جدا. صحيح. اي بالنسبه للموضوع اللي هو العقوبه، لازم ننبه الناس انه العقوبه جدا عاليه. اول شيء غرامه 100,000 ريال بماده 14 بالاضافه الى السجن، وهذه العقوبه راح تكون على طالب التقرير ومصدر التقرير في حال انه اللي اصدره جهه صحيه. بالنسبه راح اضيف كمان شيء اخر، وزاره الصحه تقدر انها تحد من الموضوع هذا بطريقتين. اولا انه انا اقول احدد الامراض اللي يكون فيها استحقاق اجازه مرضيه، الزم الاطباء ما يصدر تقرير طبي الا في كشف وتحاليل، اجراء تحاليل واشعات. جميل، احنا وصلنا الى ختام هذه الفقره، اشكرك جزيل الشكر استاذه رنا الدكنان محامي، يعطيك العافيه. الله يعافيك. أيضا أشكرك الدكتور حميد المالكي المتحدث الرسمي لصحة مكة المكرمة، شكرا جزيلا على تواجدك معنا. حياكم الله، أهلا وسهلا. أما الآن أعزائنا المشاهدين فننتقل إلى فقرة صوت المواطن. فكرة جديدة قام بها ثلاث شباب، قاموا بإطلاق مشروع لإصلاح وصيانة الهواتف الذكية بالانتقال إلى منازل العملاء وتصليح أجهزتهم باستخدام سيارة خاصة، حيث بيّنوا أنهم قرروا تنفيذ المشروع بدلاً من الانتظار في طابور البطالة. نشاهد هذا التقرير ثم نعود. أفكار جديدة استحدثها شباب سعودي طموح، حيث قاموا بإطلاق مشروع لإصلاح وصيانة الهواتف الذكية عن طريق سيارتهم بالشوارع لتسهيل ذلك لكل من يرغب بإصلاح هاتفه أو صيانة أجهزتهم باستخدام سيارة خاصة، حيث فكروا بذلك ولم يعيقهم شيء بهدف خدمة المواطنين بفكرة جديدة أشاد بها الناس جميعاً. شبابنا منذ فترة وأخرى يقدمون اختراعات وأفكار جميلة جذابة تؤكد قدرتهم على التواجد بسوق العمل وعلى التنافس الشريف. معنا في هذا الموضوع عبد الرحمن أرديعان وهو فني إلكترونيات وقائد الفريق معنا من حائل. مرحبا بك عبد الرحمن. يا هلا والله، حياك الله. الله يحييك عبد الرحمن، حدثني عن الفكرة بدايتها. والله في البداية أنا صاحب محل جوالات من أكثر من 5 سنوات، فاللي حصل أنه صار موقف خلاني أفكر بالصيانة المتنقلة هذه. وش الموقف؟ جانا وردنا اتصال بالمحل من زبون يبغى عدد أجهزة، قلت له ما هي مشكلة يعني بعد ما تصل للمحل تكون جاهزة الأجهزة هذه. قال لا أنا أبغى الأجهزة شرط أنت تجيبها للبيت. فاستغربت يعني إحنا متعودين توصيل طلبات مطاعم ما هو جوالات، فقلت ممكن عنده ظروف خاصة، ونفس الوقت أنا خفت إنه يسوي لي مشكلة عند بيته ولا يأخذ الأجهزة. قلت خلاص هذا حساب المحل، حول لي المبلغ وأبشر. وفعلا الرجال خلال ربع ساعة حول المبلغ كامل، حركت أنا للموقع وتفاجأت أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعطيته الأجهزة وأعطيته الفاتورة ومشيت. ومن هنا طلعت أني أنقل المحل كله كامل، من صيانة ومن برمجة ومن إكسسوارات، كله متنقل. يعني أقفلت محلك الآن يا عبد الرحمن؟ والله حاليا ما عندي محل، أنا عندي السيارة هذه. طيب لأنه الطلب عليها أكثر من المحل. الطلب أكثر؟ المحل
طيب أكثر مشقة، أكثر يعني ربحية، عطني المميزات بين الصيانة المتنقلة والصيانة الثابتة، وش الفرق والله بينهم؟ والله الصراحة اللي خلاني أجزم بعد أنه أجزم على المشروع هذا، درست المشروع سنتين والحمد لله لقيت فيه إقبال، يعني أنه أول شيء ما في إيجارات، وحنا يا حقين الجوالات نعاني شيء اسمه إيجار يعني بمبالغ أنت ما تخيلونه، خصوصا محلات الجوالات، يعني محل 3 × 4 حتى ما تقدر تطلع عليه رخصة، صغير يصل إيجاره إلى 6000 ريال شهري، إلى 7000، في محلات إلى 9000 عندنا بحائل. طيب كلمني عن الصيانة، ما أدري كيف بدخل المبلغ هذا. طيب بس كلمني عن الصيانة المتنقلة، أكيد من الناحية الربحية أنت شفت أن الصيانة المتنقلة أفضل من الثابتة، لكن من ناحية متطلبات العمل كيف يعني أنت تغطي الطلبات اللي تجيك، كيف تستقبل، وش طبيعتها، هل هي أكثر مشقة أيضا من قضية أن يكون عندك محل ثابت؟ والله بصراحة بحائل أنتم تدرون يعني حائل صغيرة، ما هي زي مثلا العاصمة بالرياض، فالمشاوير قريبة وما في مشقة، دام أني أنا هاوي الشغلة هذه ومبسوط وأخدم ديرتي ما في مشقة إن شاء الله. ما شاء الله الحمد لله. طيب عبد الرحمن عندك فريق، والسعر حاطين شيء مغري، أنه السعر نفس السوق يعني. جميل. يعني مشوارنا مجاني. زين تمام. طيب عندك فريق يعمل معك ولا لحالك؟ إيه أنا معي ولد أختي وأخوي. 2 يعني؟ إيه نعم. وش مهامهم؟ أنت ثالث يعني، بس هم معك 2، وش مهامهم؟ والله في واحد مستلم الجوال ومواعيد، والثاني برمجة، وأنا فني صيانه. كيف تستقبل يعني كيف عملياتنا ان نستقبل المواعيد؟ كيف تستقبلون المواعيد؟ حدثني عن طريقه استقبال المواعيد، وهل انتم تشعرون دائما بالامان انكم تروحون مثلا لبيوت؟ في النهايه انت تتعامل مع شخص مجهول. صحيح. والله شوف طريقتنا ان نستقبل، نعطي كل زبون تقريبا نص ساعه اذا هو يبغى صيانه، اذا هو يبغى مثلا اكسسوارات فما يحتاج وقت، يعني بعطيه الحاجة وبمشي. الصيانة تقريبا نص ساعة، ونعطيه موعد إذا يناسبه ولا يختار هو الوقت المناسب. بالنسبة للأمان يا رب لك الحمد، ما شفنا إلا الترحيب والتشجيع والله، وهم نجاحنا والله. أجل زباينك كلهم رجال يا عبد الرحمن ولا؟ والله من الجنسين كلهم. من الجنسين، جميل يعني كويس، ما اقتصر يعني التعامل مع فقط جنس الرجال. طيب في المستقبل ما تفكر انك توسع فكرة المشروع ولا عاجبك الشغل؟ والله الان نجهز السيارة الثانية، على اساس نقسم حائل شمال وجنوب. تتكلم برضو عن قضية عدد اكبر، لازم تستعين بعدد اكبر، فريق يعني اكبر. الحمد لله أنا برمضان دربت شخصين، والحمد لله الحين شغالين بصيانة الجوالات، ويفكرون ينضمون للفريق إن شاء الله. طيب عبد الرحمن، إحنا نلاحظ في كل مشروع ما أحد يبدأ بفكرة مشروع إلا قلدوه فئة أخرى، حتى في المحلات أحيانا تلقى محلات متشابهة في النشاط، يبدأ واحد وبعدين تتكاثر. ما يعني حسيت ان احد قلد فكرتك او في مساعي لتقليد هذه الفكره عندكم بحايل؟ والله حاليا بحايل ما شفت، لكن ما ممكن بعدين، ما ادري الله اعلم. طب من ناحيه الربحيه هل بياثر لو انتشرت فعلا الفكره، ولا بيحقق مكاسب اكبر يعني لمن انخرط في هذا النوع من التجاره؟ والله أكيد بتقل الفرصة، لكن الرازق بسمه، الله يرزقنا ويرزق إن شاء الله، وإذا يبي شيء أبد يبشر، إذا يبي يشاور أبشر، ما عنده أي مشكلة. طيب جميل عبد الرحمن، أنا بسألك يعني بصفة شخصية، يعني هل أنت متفرغ لهذا العمل ولا عندك عمل آخر؟ والله أنا موظف حكومي، هذه هوايتي من بعد صلاة العصر،
من بعد صلاة العصر يكون ما عندي شيء، فهوايتي أنا من يوم أنا صغير هوايتي إلكترونيات وصيانة والحمد لله. يعني أنا الصبح أداوم ومن العصر ما عندي شيء. جميل. ودوامنا أساساً دوامنا بالصيانة من بعد صلاة العصر. جميل، شكرا لك ضيفنا الكريم من حائل عبد الرحمن الرديعان فني إلكترونيات. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب، شكرا لك. أعزائنا المشاهدين وصلنا إلى الختام، إلى اللقاء.